sáng nha. Hiền ơi, dạ. Em gửi cái tay em dán cho chị cái Hiền. Không biết à, đứng đây đây.
Thằng nhỏ đưa xuống dưới. Chị thấy bán ngọc vậy, nhìn vô chị thấy không có học mà làm ra chị thấy nhiều không? Ngẩn như đó đó chị, mình lao không lái cái lòng viêm lên, viêm lên như cô mình này. Chị cho Dũng lấy mấy tháng cũng nhỏ chị thì بسم الله ازيكم عاملين ايه النهارده ان شاء الله هعمل معاكم البسله هنعملها بطريقه بسيطه وسهله بالطريقه العاديه بتاعتنا بسله مطبوخه وهنعمل كمان الشوربه شوربه لحمه هعمل جنبها رز ونقدم كده وجبه كامله مع بعض لحمه ورز وشوربه بطريقه بسيطه الفيديو هيطول عليكم شويه لاني هعمله معاكم بالتفصيل تابعونا وشوفوا معايا الفيديو للاخر ان شاء الله يعجبكم هنحتاج معانا هنا لحمه وبصل توابل ملح فلفل اسود ومكعب من المرق اي ماده دهنيه هنحتاج طماطم معايا بسله وجزر وتوم وكمان الرز تابعوني كده وشوفوا معايا الفيديو للاخر ان شاء الله الوصفه تعجبكم هقول لكم لو اول مره كده بتشوفونا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وكومنت حلو منكم لو عندكم اي استفسار اكتبوه كده في الكومنتات وهنرد عليكم اكتبولنا كمان بتابعونا من انهي بلد وايه رايكم في وصفتنا النهارده وايه الوصفات اللي حابين نقدمها معاكم هقول لكم تاني على مكونات اول وصفه معايا هنعمل مع بعض الشوربه هحتاج لها هنا بصل ملح وفلفل اسود ومكعب من المرق وهحط لها كمان جزر ومعايا هنا اللحمه هقشر كده البصل واشطفه واقطعه معايا ميه على النار بحطها واسيبها تغلي وهنعمل مع بعض الوصفه كده بالتفصيل بعد كده هاخد الشوربه بتاعه اللحمه دي ونعمل بيها البسله معايا بسله وجزر برده هنفرطهم ونقطع كده الجزر ونشطفهم ونصفيهم ونبتدي نعملهم الصلصه بتاعتهم دلوقتي كده معايا هنا المكونات بتاعتي وهنبتدي في اول وصفه معايا من الوصفات بتاعه النهارده وزي ما قلت لكم هنعمل كده الوصفه كامله على بعضها ونقدمها مع بعض كلها في وقت واحد اول حاجه معايا هنا هقطع هقشر البصل الاول واشطفه بعد كده نكمل الوصفه بتاعتنا
قشرة البصل شطفته كده، هبتدي اقطعه. معايا هنا الجزر برضو، هبتدي اقشره كده وابتدي اشطفه ونكمل الوصفة بتاعتنا. انا بحب اجهز الخضار الاول زي ما انتوا عارفين، وبعد كده نبتدي نشتغل مع بعض. حطيت ميه كده على النار وهسيبها لحد ما تسخن وتغلي. معايا هنا بصل، ومعايا الجزر، ملح وفلفل اسود ومكعب من المرق، ومعايا اللحمه. مش هنزل بالتوابل بتاعتي دي ولا البصل والجزر الا لما اللحمه تطلع الريم بتاعها بشيله، وبعد كده ابتدي اضيف الاضافات بتاعتنا. هجهز كده الميه وارفعها على النار.
معايا كده الميه غليت، هنزل باللحمه. بعد ما بنزل بيها كده الميه بترجع تهدى الحراره بتاعتها تاني، بستنى عليها لحد ما تغلي. بيظهر معايا كده ريم على الوش، هبتدي اشيله. هشيل كده الريم علشان ما تسودش معايا الشوربه وما تعملش معايا فتفه سمره. بعد كده هروح ضايفه البصل والجزر وابتدي احط التوابل بتاعتنا. بسيبها على النار لحد ما تبتدي تغلي، بوطي النار واغطي عليها، تاخد وقتها كده وتستوي براحتها علشان اخد الشوربه بتاعتها ونسوي بيها البسله. دلوقتي هنعمل البسله مع بعض، هبتدي افرطها كده ونقطع الجزر اشطفهم واصفيهم ونعمل لها الصلصه بتاعتها. للصلصه هحتاج طماطم وثوم وبصل، معايا برضو توابل زي اللي حطيتها في الشوربه او هكتفي بالشوربه، معانا كمان ماده دهنيه.
هتفرد كده الخضار اللي معايا الاول، البسله والجزر، واجهزهم. بعد كده نشتغل في تاني وصفه معايا. اول وصفه عملنا اللحمه كده حطيناها على النار، بسيبها تكمل تسويتها، ومعايا هنا البسله هبتدي فيها. خلصت كده البسله، وهبتدي هنا اقشر البصل كده والجزر واشطفه واقطعه. قطعت تقطيعه صغيره على قد حبات البسله كده عشان يبقى شكلها حلو، كمان في التسويه تاخد وقت واحد.
جهز الخضار معايا قطعته، هنقعه كده في ميه وابتدي اصفيه كويس. عشان نعمل مع بعض بقى الصلصه بتاعه البسله، معايا هنا طماطم، معايا ثوم وبصل، ملح وفلفل اسود ومكعب من المرق. الطماطم كده هشطفها واقطعها واضربها في الخلاط بشويه ميه، معايا هنا الثوم هقشره واقطعه، والبصل نفس الكلام هنضفه واشطفه وابتدي اقطعه. خلصت كده البصل، هبتدي في الثوم.
الخضار جاهز معايا، البسله اتصفت ومعايا كمان البصل قطعته، ومعايا هنا التوم، معايا الطماطم كده هبتدي اقطعها اضربها في الخلاط بشويه ميه، وبعد كده نكمل وصفتنا مع بعض على النار. صفيت كده الطماطم بعد ما ضربتها في الخلاط، ممكن تشتغلوا بيها من غير ما تصفوها زي ما انتوا عايزين براحتكم. على النار هنا هحط المادة الدهنية بتاعتي، وهبتدي انزل بالبصل اديله تشويح كده لحد ما يدبل معايا.
حطيت كده المادة الدهنية زبدة او زيت او الاتنين مع بعض، هنزل بالبصل اديله تشويح يدبل معايا، هروح ضايفة التوم واخلي الاتنين يتشوحوا مع بعض كده ياخدوا لون حلو. خلاص كده التوم والبصل خدوا معايا تسويه مظبوطه، اللون دهبي كده حلو شفاف، وهبتدي انزل بالطماطم وهسيبها تتسبك على نار براحتها. هضيف لها بقى التوابل اللي معايا، الملح والفلفل الاسود ومكعب المرق.
اتثبتت معايا. هنزل كده بالبسله واضيف لها الشوربه اللي احنا عملناها في الاول. معايا كده الشوربة جاهزة ومعايا البسلة بتكمل تسويتها. هنعمل مع بعض الرز. هحتاج لرز شعرية ورز، معايا كمان زبدة او زيت، وما ينفعش نحط زبدة بس او سمنة بس، نحط الاتنين مع بعض زبدة او زيت، تمام؟ عشان الزبدة ما تتحرقش معايا. دلوقتي انا هجيب بقى الزيت، ومعايا هنا رز وشعرية وملح والمية. معايا شعريه نص كميه الرز او قد كميه الرز، كده او كده الاثنين هيمشوا معايا على النار. بحط الزيت وهنزل بالشعريه اديها لون حلو لحد ما تغمق معايا من غير ما تتحرق.
بدأت الشعرية تسخن معايا كده، تاخد لون فاتح، اقلب فيها لحد ما تلون بالشكل ده. غسلت الرز كده وصفيته، ونزلت عليه حطيت الرز كده على شعريه وزيت، هقلب فيه لحد ما يتشوح معايا. هبتدي اضيف له الميه وهملحه، احط له الملح. هقلب فيه واسيبه ياخد غلوة على النار ويتشرب. بعد كده بروح موطيه عليه النار واغطيه واسيبه تلت ساعة يكمل التسوية بتاعته، ويبقى كده التلات وصفات جاهزين معايا على النار بيكملوا التسوية بتاعتهم، ونقدمهم مع بعض. الرز اتشرب معايا، وطيت عليه وغطيته وسبته كمل تسويته كده لتلت ساعه وهنقدمه. ومعايا البسله خلاص جهزت والشوربه. هنقدم كده التلات وصفات زي ما قلت لكم، هنعمل تلات وصفات مع بعض ونقدمهم كلهم في وقت واحد. زي ما شفتوا معايا الخطوات كاملة، انا مفصلتش الفيديو خالص عشان تشوف كل حاجة كاملة معايا. معايا هنا الرز بشعرية، ومعايا الشوربة بتاعت اللحمة اللي سوينا بيها البسلة. هجيب لكم كده البسلة.
خلصت كده وصفتنا النهارده، وان شاء الله الوصفات تعجبكم. عملت معاكم وجبه كامله كده بطريقه سهله وبسيطه، ان شاء الله تعجبكم وصفتنا. تابعونا وتابعوا وصفتنا، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وكومنت حلو منكم. لو عندكم اي استفسار اكتبوه كده في الكومنتات وهرد عليكم. اكتبوا لنا كمان بتابعونا من انهي بلد، وايه رايكم في وصفتنا النهارده، وايه الوصفات اللي حابين نقدمها معاكم. خلصت كده وصفتنا، ان شاء الله الوصفات تعجبكم. عملنا الرز والبسله والشوربه في وقت واحد، عملتهم بالتفصيل، ما فصلتش خالص عشان تشوفوا كل الخطوات كامله. تابعونا وتابعوا وصفتنا، وما تنسوش تقولوا لنا بتابعونا من انهي بلد. خلصت كده وصفه النهارده، ان شاء الله الوصفه تعجبكم.